من يومين الإعلامي إبراهيم عيسى تناول النادي الأهلي في عدد من القضايا، وكان أغلب الكلام عبارة عن مغالطات. هنا دورنا نوضح إزاي هي مغالطات. كتير جدا ممكن تتكلم في أي مجال، ومعلومات المجال ده لها الباحثين المختصين بيها يقولوا لك إذا كنت أنت صح ولا خطأ. ولكن عند النادي الأهلي، نادي الأهلي فيه ناس حافظة وعارفة تاريخه كويس، عارفة كل سطر في تاريخه، وتاريخ النادي الأهلي مشرف يخليك راسك مرفوعة قوي وانت بترد وانت بتعلق وانت بتقف عند كل حاجة بتتقال، عشان تكشف ازاي انك لما تبقى بتمتلك من الأشياء قشورها فقط سهل جدا الرد عليك وسهل جدا كشف مغالطاتك، وده اللي هنوضحه النهاردة يا أسامة. بالتأكيد يا فارس، احنا يمكن قلنا في الانترو عن فكرة الناس اللي بتحاول تضع قيمة ليها وستظل دائما على يسار الواحد الصحيح. أستاذ إبراهيم عيسى مشكلته ان هو بيقرأ، ودي حقيقة مشكلة، لان هو لو مش بيقرأ هنقول هو مش عارف، لكن اما انه بيقرأ وبينسى، او انه بيقرأ وبيقول معلومات هو عارف انها معلومات خاطئة. أستاذ إبراهيم عيسى قعد ساعة كاملة امام الكاميرا كده، يعني ما شاء الله عليه، بدون اي فواصل، وتقريبا وجود ساعة بدون فواصل خلاته يتكلم عن النادي الأهلي. ليه؟ عشان هو عارف ان الحديث عن النادي الأهلي هيمنحه قيمة حتى لو كان الحديث بشكل سلبي، بالتالي هيتم الحديث عنه من قبل جماهير النادي الأهلي، من قبل إعلام النادي الأهلي، لأن احنا هنا دورنا مش هنسمح بأي حد يتجاوز في حق النادي الأهلي. واحنا مش بنقول كلام مرسل، احنا بنقول ان الأستاذ إبراهيم عيسى يجهل تاريخ كرة القدم المصرية، مش تاريخ النادي الاهلي بس، تاريخ كره القدم المصريه، وهو بيشجع نادي الزمالك وعنده جهل كروي بما يدور حتى داخل نادي الزمالك، سواء على الماضي القريب او الماضي البعيد، وده اللي هنوضحه يا فارس. جدا. انا احيانا الناس بتبقى، كانت الناس متعصبه قبل الحلقه، نقول لهم القصه يا جماعه مش في العصبيه. احيانا في حد نتيجه ان زي ما قلنا بيجهل معلومه ما، أو بيتعمد تضليل المتلقي بمعلومة ما، بيكون سهل عليك جدا هنا أن أنت تكشف عظمة تاريخك وعظمة مواقفك بالورقة والقلم. وعشان كده بالعكس هو اللي بيكون في موضع الضعيف، وموضع كمان بيقضي على أكاذيب وحجج كتير، خصوصا أن احنا شفنا حالة زهو من كتير جدا من جمهور المنافس بالكلام، على اعتبار انا شفت يعني احد اقاربه، وخلينا اقول احد اقاربه دون توصيف اسمه يعني لان هنكون ادينا اكبر من قيمته، شايف ان يا جماعه اهو، طب ورونا، طب اعملوا. لو انت عندك الف ب موضوعيه واتفرجت على الفقره دي هتزعل قوي، مش على نفسك بس، هتزعل على اللي قال الكلام